أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم على أهمية تكثيف جميع الجهات المعنية لجهودها للتعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة. جاء ذلك خلال زيارة جلالته لغرفة العمليات في وزارة الداخلية واستماعه إلى إيجاز من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور ووزير الداخلية حسين هزاع المجالي والجهات المعنية للحالة الجوية السائدة والجهود المبذولة للتعامل معها وتقديم جميع الخدمات وأشكال العون والمساعدة للمواطنين في مثل هذه الظروف. وشدد جلالته على ضرورة تضافر الجهود والعمل على فتح الطرق بالسرعة الممكنة والتأكد من وصول الخدمات والمواد الأساسية إلى المواطنين في مختلف مناطق سكناهم وخصوصا في المناطق النائية والبعيدة، والتواصل ميدانيا من قبل المسؤولين مع المواطنين في مثل هذه الظروف وتأمين احتياجاتهم. ياريت بس نتأكد أنه كيف التعاون بين الجيش، بيلعبوا دور مع تعاون مع الدفاع المدني مع الأمن العام، ودور سلاح الجو إذا في مناطق صعبة. فياريت بس نتأكد إنه كيف التعاون بين الحكومة مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كيف نقدر نشتغل، نقدر نوصل القرى أكثر من المدن، وكيف نقدر نساعد الجميع. باستمرار لما يصير أزمة زي هيك في أخطاء نتعلم منها ونأخذ إجراءات حتى المرة الجاية بيكون إحنا جاهزين بقوة أكبر. وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو يظهر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وهو يقوم بمساعدة مواطن تعطلت سيارته في شارع الشهيد وصف التل غربي العاصمة عمان اليوم. وفور ملاحظة المواطنين لذلك تجمعوا حول جلالته معربين عن سعادتهم بمواقف جلالته الإنسانية وحرصه المستمر على الوقوف معهم حيثما كانوا. يعيش الملك، يعيش 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 الملك، يعيش تحونا طريق، يعيش طلعونا طلعونا طلعونا. يلا يلا. قرر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اليوم تعطيل الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية غدا الأحد باستثناء الدوائر والمؤسسات التي يتطلب عملها غير ذلك. كما قرر البنك المركزي تعطيل الدوام في البنوك والبنوك أو في البنك والبنوك التجارية يوم غدا. وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبات قرر اليوم تعطيل المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الأحد نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين. وقال مدير الإعلام في الوزارة وليد الجلاد لقناة رؤية إن الوزير الذنبات أوعز إلى مديري التربية والتعليم في الميدان لتعويض حصص يوم غد الأحد للطلبة بالتنسيق مع مدراء المدارس في مديرياتهم. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء على الدور التكاملي الذي ميز عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في أداء مهامها وواجباتها الإنسانية وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل العاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة. وأوعز نسور خلال متابعته لمؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية بالتركيز على مساعدة وإنقاذ حياة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل وعلقت مركباتهم وحاصرتهم الثلوج والاستجابة السريعة لجميع الحالات، مشددا على ضرورة إبقاء الطرق الرئيسية سالكة أمام حركة السير وبخاصة الموصلة للمستشفيات ومطار الملكة علياء الدولي لضمان سلامة السير عليها في الحالات الاضطرارية بعيدا عن الحوادث. وأوعز نسور لوزير الطاقة والثروة المعدنية بالعمل مع المعنيين على سرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق التي شهدت انقطاعات للتيار الكهربائي وبخاصة في محافظات جنوب وشمال المملكة وبعض أحياء العاصمة عمان،
المحكمة أوعز إلى أمين عمان الكبرى بمتابعة شكاوى المواطنين في جميع مناطق العاصمة والاستجابة السريعة لاستفسارات وطلبات المساعدة التي ترد إلى غرف العمليات ومراكز الطوارئ. وكما شاهدنا فقد شهدت معظم محافظات المملكة تساقطا كثيفا للثلوج وتراكما وصل في بعض المناطق إلى أكثر من متر. ولمتابعة وضع الحالة الجوية في المملكة في الساعات المقبلة ينضم إلينا مباشرة المتنبئ الجوي في موقع طقس العرب محمد الشاكر. محمد مساء الخير. محمد، ما هو وضع الأحوال الجوية وهل انحسرت الموجة القطبية إليكسا؟ نعم، بالبداية طبعا مساء الخير لك مجددا ناصر، ومساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين. حقيقة بدأت انحسار المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال طيلة الأيام الماضية، وتحرك عصر هذا اليوم نحو الشرق وتمركز شمال العراق. وأعتقد بأن واضح الآن بدأ انقشاعات في السحب في سماء المملكة، ولكن المميز الآن هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير جدا، مما بدأ وعمل على بدء تشكل الجليد وحدوث الانجماد والصقيع في مختلف طرق المملكة. حقيقة في العودة إلى الوراء ومعرفة كميات الثلوج التي هطلت، تساقطت طبعا الثلوج في أغلب مختلف مناطق المملكة، ووصل أعلى تراكم الثلوج حتى الآن في منطقة عجون إلى أكثر من مترين، في حين بلغ تراكم الثلوج في أجزاء من غرب العاصمة عمان ومن أجزاء من مرتفعات السلط العالية البلقاء إلى حوالي قرابة المتر. الآن توقعات الأيام القادمة، طبعا هناك أنا أعرف تماما هناك إشاعات حول وجود منخفض جوي جديد، طبعا لا يوجد أي منخفض جوي جديد متوقع أن يؤثر على المملكة حتى يوم الخميس، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تسود المملكة أجواء شديدة البرودة نهارا وقارسة البرودة ليلا. ومن هنا أخ ناصر لو تسمح لي أحذر الإخوة المواطنين، أنا حاليا في الشارع بجزء من مجد أم بطلع، يعني العديد من السيارات الغير مجهزة موجودة في مناطق يعني تعتبر من أبرد مناطق المملكة. صحيح. ومعظم الطرق مغلقة للأمانة موجودة مغلقة بسبب تراكم الثلوج، ليس بسبب تراكم الثلوج فحسب، إنما أصلا مغلقة بسبب وجود الأشخاص في الشوارع وخاصة ذوي السيارات غير مجهزة. إحنا ربما لنا اتصال مباشر مع أمانة عمان الكبرى، ويعني آلياتهم بيذهبوا للأماكن المناطق الصحيحة، ولكن السيارات معطلة الوضع. بالضبط، يعني هاي ملاحظة شفناها بعيوننا محمد، وكذلك نقلتنا إليها أيضا الأجهزة كلها، الدفاع المدني والأمن العام. صحيح. وأمانة عمان كلها بتشكي من هذا الظاهرة. أعتقد أخ ناصر أنه يجب أنه نحن يعني خاصة خلال الليالي القادمة لدينا صقيع شديد وانجماد شديد. وأمانة عمان تعكف على رش الملح بالتعاون مباشرة معنا، وايضا كنت على اتصال مباشر مع وزاره الداخليه، جميعهم يعني بتعوني شخصيا تحذير المواطنين بتحذير شديد بعدم الخروج من المنازل الا للضروره القصوى او عبر السيارات تكون جدا مجهزه لهذه الغايه. صحيح. فطبعا في النهايه كملخص ان شاء الله انحسار تاثير منخفض الجوي سيكون اعتبارا من هذه الليله، ولكن سيكون هناك تدني كبير لدرجات الحراره وتكون الاجواء جدا بارده خلال اليومين القادمين. طبعا هناك غدا تحذير هو من خطر تشكل السيول والفيضانات خاصه في المناطق المنخفضه كنتيجه لبدء ذوبان الثلوج المتوقع غدا، واكون معكم ان شاء الله على مدار الساعه في حال اي مستجدات خلال ان شاء الله. محمد، وطبعا هذه النشره يعني مستمره على شكل ايضا كذلك تغطيه خاصة تستمر لمدة ساعتين تقريبا، سنبقى معك إذن في فترة لاحقة خلال هذه التغطية إن شاء الله. إذن شكرا لك المتنبئ محمد الشاكر من موقع طقس العرب. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة النشرة مرة أخرى. مرحبا بكم من جديد. دخلت آليات ومجنزرات القوات المسلحة الأردنية على خط الإنقاذ والإسعاف وفتح الطرقات في مناطق العاصمة عمان التي ما زالت ترزح تحت حالة تراكم الثلوج.
ووفقا لمواطنينا اليوم فأن تدخل القوات المسلحة ونشر آلياتها بشوارع العاصمة وقيامها بالمساعدة وفتح الطرقات وإنقاذ المواطنين وإسعافهم ساعد آليات الأمانة والأمن العام والدفاع المدني على التعامل مع حالات تراكم الثلوج. وبدأت آليات ومجنزرات القوات المسلحة منذ ليلة أمس بإنقاذ عشرات المركبات ومئات المواطنين الذين علقت مركباتهم على الطرق نتيجة لتساقط الثلوج، بالإضافة إلى قيامهم بإسعاف عشرات الحالات ضمن حدود العاصمة عمان. ولم يقتصر عمل آليات الجيش على فتح الطرقات فقط، بل شمل كذلك حالات إسعاف وإنقاذ لمواطنين تقطعت بهم السبل للوصول إلى المستشفيات أو عجزوا عن مغادرة أماكن تواجدهم. وفي محافظات الجنوب عملت القوات المسلحة كذلك على مساعدة الجهات المعنية بفتح الطرقات المغلقة. ورافق مراسلنا في الكرك آليات قيادة المنطقة الجنوبية حتى ساعات فجر اليوم وهي تقوم بفتح الشوارع ومساعدة السيارات العالقة فيها. وقال مراسلنا إن هذه العمليات التي قام بتصويرها تركزت في مناطق الهاشمية وأم حماط وسول بلواء المزار الجنوبي، كما قامت القيادة بتوزيع الخيام على البدو الرحل وبتشغيل مخابزها بطاقة مضاعفة لتوزيع الخبز على المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج ومساعدة المواطنين بالتزود بهذه المادة الأساسية. ويديمه وتكثر علينا النعمة والأمن من جيش أبو حسين الباشل أيها يمه في الميدان، مو مثل مسؤوليننا مو المدنيين بقول إحنا في الميدان وهم نايمين في الدور. أما جيش أبو حسين الساهرين على الحدود اللي هيمه قاعدين منقذونا من السيول من الثلوج من حرب من كل إشي، الله يديمه لنا ويحميه. والحديث حول هذه الجهود ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عودي جديفات، مدير التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة. بداية عودي بك، مساء الخير. مساء الخير أخي ناصر، والله أعطيكم العافية وشكرا لجهودكم ومتابعتكم لهذا الحدث. الله يبارك فيك ويعطيكم العافية أيضا على جهودكم. عودي بك، ماذا تقول في هذه الظروف عن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة؟ يا سيدي، القوات المسلحة الأردنية هي مؤسسة رائدة من مؤسسات هذا الوطن، وهمها الأول والأخير هو سلامة المواطن وأمن المواطن، سواء من خلال حماية الحدود أو بتقديم المساعدة في مثل هذه الظروف. عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن أصدر تعليماته لقادة التشكيلات وقادة ومدراء المديريات المعنية في القوات المسلحة الأردنية وكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بتقديم كل أشكال المساعدة للمواطنين. أخي ناصر، يعني خلال هذه الأوقات هناك أكثر من 200 آلية عسكرية تنتشر في مختلف مناطق المملكة بين آليات مجنزرة ومدولبة وناقلات الجنود وكاسحات الألغام، سيارات الهمر، سيارات الإسعاف ونشات واللودرات والجريدرات لفتح الطرق وخصوصا الطرق الرئيسة الموجودة في المدن الرئيسية، حيث زيادة وكثافة الثلوج يوم أمس على طريق المطار. عطوفة رئيس الأركان بنفسه اليوم كان يشرف على فتح طريق المطار ووجود الآليات الهندسية وآليات المنطقة العسكرية الوسطى والعمليات الخاصة وقيادة المناطق كل حسب منطقة مسؤوليته. تم سيد العزيز خلال هذه الأيام إنقاذ عشرات العائلة والأفراد والآليات في مختلف مناطق المملكة،
وأيضا ساعدت آليات القوات المسلحة المجندرة بإيصال موظفي شركة الكهرباء إلى مواقع عملهم لمحاولة إيصال التيار الكهربائي لبعض المناطق والأحياء سواء في عمان أو في المدن الرئيسية اللي تعرضت لقطع تيار كهربائي بسبب تساقط الثلوج أو سقوط الأشجار على أسلاك الكهرباء. أيضا هناك عمليات إسعاف كبيرة جدا وكثيرة ومختلفة وفي مختلف مناطق المملكة لبعض المرضى وبعض من يقومون بغسيل عمليات غسيل الكلى أو بعض الحالات التي استدعت نقلها إلى المستشفيات. سيدي مثل ما سمعنا بالتقرير يعني كان توجيهات من عطوفة رئيس الأركان بفتح المخابز العسكرية وتشغيلها بأقصى طاقة إنتاجية تحديدا في مناطق الجنوب اللي بتتعرض لكثافة كبيرة جدا من تساقط الثلوج وتشكل الصقيع، حيث تعمل وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية على إيصال المادة الخبز والأرزاق المرزومة. يعني بتوزعوها أنتوا؟ نعم يا سيدي. من لا يستطيع الوصول إلى هذه المخابز تقوم الآليات المجندرة بالحركة داخل القرى وداخل المناطق المغلقة بسبب الثلوج، لأن هناك شوارع فرعية ولا نستطيع أن نفتح كل الشوارع الفرعية، إنما نقوم بإيصال الخدمة قدر الإمكان. طيب عودة لك لو سمحت لي، يعني كما تعلم هناك جهات عديدة تقوم بعمليات فتح الطرق وعمليات الإنقاذ في مختلف محافظات المملكة، ما مدى رضاكم عن مستوى التنسيق بين مختلف هذه الجهات؟ وهل هناك تنسيق يعني بشكل دائم وغرفة عمليات مشتركة وما إلى ذلك؟ نعم يا سيدي، حقيقة كل الجهات المعنية من وزارات ومن مؤسسات تقوم بجهد كبير جدا، لأن موجة الثلوج عمت كل المملكة، وطاقة هذه المؤسسات عندما يعني احتاجت إلى المساعدة صدرت تعليمات رئيس الأركان لكل التشكيلات بإنذار كل الوحدات العسكرية ونزول كافة الآليات القادرة على التعامل مع هذه مع هذا الظرف بالعمل. هناك سيدي غرفة عمليات مشتركة موجودة في وزارة الداخلية ويمثل القوات المسلحة فيها رئيس هيئة العمليات، وهناك أيضا غرف عمليات مشتركة في القيادة العامة فيها من الإخوان من الأجهزة الأمنية ومن المؤسسات للدولة. أيضا سيدي في هذه الظرف عضو رئيس الأركان أعطى تعليمات لمدارس الثقافة العسكرية معسكرات القوات المسلحة في كل مناطق المملكة بأنها هي بيوت للأردنيين مفتوحة ومجهزة لكل من لا يستطيع الوصول إلى بيته وكل من يتعذر وصوله إلى أماكن أو القرية أو المدينة التي يسكن بها. يعني عودي بك يعني حقيقة جهودكم فعلا مشكورة، ويعني هناك مواد وصلتنا من عندكم قبل النشرة بلحظات، إن شاء الله سنقوم بعرضها على المشاهدين خلال هذه التغطية وسنبقى متواصلين. إذن العميد الركن عودي جديفات مدير التوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك. من جانبها واصلت أمانة عمان جهودها في فتح العديد من طرق العاصمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وللحديث أكثر ينضم إلينا أمين عمان عقل بلتاجي. مساء الخير معليك. مساء الخير سيدي، يعطيكم العافية. أهلا بك. يعني كثر الحديث، ممكن بتتفق معي بأن هناك يعني صدرت أقاويل بأن بعض سيارات الأمانة أو ناقلات الأمانة لم تكن مجهزة بشكل كامل للتعاطي مع هذه الحالة، ما قولك معليك؟ لا يعني هذا مش دقيق الكلام، يعني تعتمد على عندنا 22 منطقة انقطاع الوقود اللي حكوا عنه عن السيارات. لا يا عمي، ما هذا الكلام مو سليم ومو صحيح. رجاء عندنا 3 محطات وقود بنعبي لناس رسميين وناس غير رسميين حتى بمقابل الثمن إذا انقطعوا في منطقة، غير الصهاريج المتنقلة اللي تزويد للآليات المتحركة. المحطات هاي وين موجودة معاليك إذا احتاجوها يعني أي جهة؟ لا إحنا إذا احتاجوها هي موجودة يا سيدي في الأمانة في واحدة، في وادرمن في واحدة، في تلاعي العلي في واحدة، في راس العين في واحدة، يعني هذول تابعين للأمانة. يعني هذول اللي طبعا للأمانة أكيد. مش ممكن يعني بعدين هذه التحضيرات يا أخي أخذت
يعني دراسة وقراءة، واستعدينا وقدمنا خططنا للجهات المعنية وتبادلنا هذه الخطط مع الإخوان والزملاء في الدفاع المدني والأمن العام والدرك والأشغال والطرق. نعم. يعني مو شغلة يعني آنية. أكيد. نعم. طب يعني سيدي، ما مدى رضاكم عن مستوى التنسيق بينكم وبين الجهات المعنية الأخرى بعمليات فتح الطرق؟ والله أنا بيكون رضاهم علينا. أنا بالنسبة لي أنا في غاية الاحترام والتقدير للأجهزة المختلفة، وعبرنا هذا الكلام اليوم أمام جلالة سيدنا وأمام دولة الرئيس. نعم. وطلع جلالة سيدنا على خططنا المشتركة وكيف التشاركية اللي بنشتغل بها. نعم. فلا الحمد لله سيدي، هذه حقيقة يعني العاصفة قوية ما أكثر مما كنا نتوقع. نعم. لكن تعاملنا معها بكل مهنية وبكل حرفية. كان هنالك بعض السلبيات هنا وهناك، لكن كلنا نتعلم يعني. أكيد وكل طبعا. يوم نتعلم. نعم. طيب يعني سيد عقل، هناك يعني متوقع خلال الأيام القادمة حالة انجماد وجليد، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر. ما هي خطتكم للتعامل مع هذه الحالة؟ احنا الليلة بقى واضح من انا طلعت هسه من الطوارئ. نعم. بجولة تفتيشية، وواضح من السماء كشف والقمر باين، يعني بدها تكون الليلة اكيد صقيع ودرجات الحرارة متدنية والانجماد وارد يعني. لذلك ستبدأ الآليات والكوادر برش الطرق بالملح، وبعد ذلك كمان صباحا ان شاء الله بإزالة الثلوج وتكسير الجمود بالنقليات والأدوات المعدة لذلك. نعم. إذن كل التوفيق ان شاء الله نتمناه لكم. شكرا جزيلا، كنت معنا سيد عقل بلتاجي أمين عمان الكبرى. وننتقل الآن في بث حي ومباشر من منطقة دوار صويلح، ومعنا من هناك زميلنا عبد الله الكفاوين. عبد الله مساء الخير، وتعطينا فكرة عما يدور هناك الآن في منطقة دوار صويلح. نعم ناصر، نحن فعلا على دوار صويلح، هناك عدد كبير من الآليات التي تقوم بفتح الطرق، غالبية الطرق وصولا أو عفوا بدءا من المدينة الإعلامية مكان انطلاقنا ووصولا هنا إلى دوار صويلح. غالبية الطرق سالكة بحذر الهطول الثلجي شبه منعدم أو معدوم تماما، ولكن الجو بارد جدا، ما يعني بفعلا احتمالية تكون الجليد وحدوث الانجماد في الطرق. هناك مياه كثيرة في الشوارع مع هذا الجو البارد، ما يعني بتشكيل الانجماد. أيضا هناك عدد كبير من السيارات التي تتحرك في الشوارع، ما يعني بأننا لم نتعلم من درس البارحة. هناك أزمات سير موجودة في بعض الشوارع عمان، نأمل بأن تصل كل هذه السيارات إلى منازلها باكرا يعني لتفادي حدوث أي حوادث سير أو أي اختناقات مرورية ممكن أن تؤثر فعلا على حركة السير وسلامة المواطنين. أيضا تلقينا ملاحظة ونحن هنا نقف على دوار صويلح بانقطاع تيار كهربائي في منطقة البقعة، تحديدا منطقة الصفاوين. أيضا تصادفنا مع أحد بكمات أو مركبات وزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن وقفناه تأكدنا بأنه يقوم بعمله أو يقومون بالعمل. لم نشهد أي تسليط إعلامي على دور وزارة التنمية الاجتماعية خلال فترة المنخفض الجوي، ومعي هنا الأستاذ يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية لسؤاله عن ما هو كان دورهم في هذا المنخفض. مساء الخير، تعرفني بنفسك في البداية. زيادة ونور
نبهان موظف وزارة التنمية الاجتماعية. أول شيء بمسي عليك وبمسي على جلالة الملك وبمسي على الشعب الأردني كاملة. تفضل أستاذ زياد، تحكي لي عن ما هو كان دور وزارة التنمية الاجتماعية في أثناء هذا المنخفض اللي يمكن إحنا ما سمعنا كثير عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في الإعلام، ولكن حابب أعرف منك شو كان دوركم خلال هذا المنخفض. والله إحنا في عنا لجنة مركزية بنفس وزارة التنمية موجود يعني، ولغاية اللحظة طبعا تعاملنا مع أكثر مع من جهة يعني. أنا بالنسبة لي طلعت على أبو نصير، كانت في عائلة يعني مداهمية المياه، وودنا لهم فرشات وودنا لهم حرمة وودنا لهم صوبات، وبالأمس طلعت على شون الشمالية ما يقارب الساعة 6 مساء، وروحت اليوم الصبح الساعة 4 الصبح برضو. أخذنا مواد عينية وأخذنا خيمة وأخذنا صوبة وأخذنا حرمات، ويعني التنمية إن شاء الله أنه معطيين العافية. ولكن بدي أسلط الضوء على شغلة معينة. الحالات اللي بتتعاملوا معها هل هي ضمن كشوفات معينة موجودة عندكم، أم أنه بتم تبليغكم فيها عن طريق الأجهزة المعنية أو الكوادر؟ ممكن يكون يعني جراء نكبة معينة صارت زي العائلة اللي دهمتها المياه مثلا. احنا مش بس الوزارة يعني اللجنة المركزية، برضو كمان جميع مديريات المملكة اللي التنمية الاجتماعية برضو شغال على الإشي هذا، ويعني جهود جبارة من جميع الكادر يعني، مش بس أنا لحالي يعني، الكل يعني ما شاء الله عنهم يعني قايمين في واجبهم بأفضل وجه يعني. شكرا لك أستاذ زياد. نعم ناصر، كانت هذه إضاءة على دور وزارة التنمية الاجتماعية في المنخفض. نعم كل الأجهزة الفنية تعمل، نأمل بأن نكون دائما جاهزين لأي منخفض، ونأمل من المواطنين أيضا أن يعاونوا كل الأجهزة الفنية وأن يعودوا فعلا إلى منازلهم باكرا للتأكد من سلامتهم، ومنعا لحدوث أي طارئ أو أي حادث ممكن أن يؤثر على سلامتهم. الجليد والانجماد يبدو بأنه بدأ فعلا بالتكون في غالبية الطرق، لأن هناك بعض المركبات التي ما زالت متوقفة على جوانب الطرق. أيضا ما يجب التنويه له بأن هناك مركبات حتى ولو كانت مفتوحة الطريق في مناطق التي هي تصطف فيها، ولكن هي أصحابها ما زالوا يتركونها داخل حرم الطريق، وهي موجودة حتى أن بعضها موجود في وسط الشارع. نعم يعني ملاحظاتك وصلت عبد الله، فعلا كل الشكر لك ولزميل عبود علان أيضا في الميدان ولزميل علي الأعرج. سنعود لك مرة أخرى إن شاء الله عبد الله. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة هذه النشرة وهذه التغطية المباشرة من رؤيا. مرحبا بكم من جديد. كان من اللافت للنظر في هذه الأحوال الجوية تكرر انقطاعات الكهرباء عن العديد من مناطق المملكة، من ضمنها العاصمة عمان، وكذلك من ضمنها العديد من المحافظات الأخرى والقرى النائية. وكانت هذه ظاهرة تحدث بها الجميع، وقد تابعناها في رؤية مع المسؤولين خلال الأيام الماضية، ولكن حتى الآن ما زالت الشكاوى ترد إلى المحطة بأن هناك العديد من المواقع لم تصلها الكهرباء منذ أكثر من 3 أيام. عموما كان الزملاء في الجاليري الآن يحاولون الاتصال مع السيد زياد الحمصي مدير دائرة الطوارئ والناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء الأردنية، لكنه لا يجيب. ولكن معنا على الهاتف السيد علي الحديد رئيس نقابة العاملين في شركات توزيع الكهرباء. سيد علي مساء الخير. يسعد مساك، أهلين أخلص. سيد علي، ما هو تفسيرك لهذا الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي؟ يعني مناطق انقطعت عن الحياة منذ 3 أيام. بداية يسعدني أني أمسي عليك وعلى جميع مشاهدين رؤية، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الزائر الأبيض. أخ ناصر، فيما يتعلق في موضوع الانقطاعات التيار الكهربائي، طبعا العاصفة الثلجية اللي اجت كانت غير متوقعة، حتى الأرصاد الجوية يعني لما كانت تحكي انه في تساقط ثلوج، كان تساقط الثلوج يحكوها بشكل خجول وعلى ارتفاع 900 متر، ولكن ما شاهدناه خلال الثلاث أيام الماضية تساقط ثلوج على مستوى المملكة بشكل كامل. هذا الأمر
أدى إلى حدوث كثير من الحالات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة كثافة تساقط الثلوج على الأشجار، وهي الأشجار نزلت على الأسلاك وتقطعت الأسلاك. إضافة لذلك هناك بعض الإخوان يعني المواطنين عم يستجر الطاقة بطريقة غير مباشرة غير شرعية من خلال خلف الساعة، مما أدى إلى يعني ارتفاع الحمل على محطات التوليد وبعض محطات التوليد. سيد علي، احنا بس يعني للتنويه انه رؤية ذكرت بانه تم يعني انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بسبب تساقط الثلوج. نعم، يعني فقط للتنويه. نعم، فكوادر الفنية والعمال من تقريبا يوم الأربعاء مداومين وعم يشتغلوا على سرعة تنفيذ الأعطال اللي بيشتكوا فيها المواطنين. احنا يعني يعذرون المواطنين، حجم الانقطاعات كبير جدا مثل ما حكيت، وحجم العمل ايضا اللي قوموا فيه العمال والفرق الفنية كبير ايضا، والحجم. وإذا قلت لك أخي ناصر بأنه في بعض فرقنا الفنية، بعض عمالنا يعني من ثلاثة أيام ما روح على بيته وهو مداوم، وبيجوز صحيح من الأسباب أيضا أنه طيب سيد علي، تسمح لي هون بس مداخلة بسيطة. يعني منطقة مثل منطقة مادبة على سبيل المثال، منذ يوم أمس مناطق كثيرة فيها الكهرباء مقطوعة رغم أنه لم تشهد فيها ثلوج، كانت معظمها أمطار مثل منطقة أم العمد على سبيل المثال. يا سيدي، في مناطق في مادبة انقطعت فيها التيار الكهرباء واستطاعت فرقنا الفنية توصل التيار الكهربائي. يعني معظم الملاحظات اللي وصلت لمكتب طوارئ مادبة تقريبا تم تنفيذها، وفي جزء منه كان بحاجة لتغيير بعض محطات التوليد، يعني محطة التوليد. ف يعني معظم الحالات عم نحاول يعني نوصل التيار الكهربائي بأسرع ما يمكن. نعم. المشكلة تواجهنا أخي ناصر أنه في بعض الحالات كانت لا تستطيع سيارات شركة الكهرباء أن تصل إلى موقع العطل، وكنا نستعين يعني استعانت شركة الكهرباء بآليات القوات المسلحة لفتح الطريق وتجمهر بعض السيارات وجودها في بعض المواقع أدى إلى عدم قدرتنا على الوصول بالوقت المناسب. وأنا أقول لك يعني جميع كوادر شركة الكهرباء الفنية الآن وتم تعزيزها ببعض الكوادر من الإداريين لأنهم يحاولوا يأخذوا كل الملاحظات المواطنين عنا بحدود أكثر من 40. الملاحظات هي مش عن طريق الخط الساخن بتكون سيد علي؟ في عنا يعني الخط الساخن الناس عم تشكي بأنهم بتصلوا فيه مرات عديدة وكثيرة ولكن دون فائدة. يا سيدي، احنا نعذر اخواننا المواطنين، ولكن الحجم الاعطال وحجم الاتصال على الطوارئ كبير جدا. عندنا تقريبا خط، اذا تحب اعطيك الارقام. نعم. لانه هذول ارقام قفز الي، فاذا وجدوا المواطن مشغول يجرب مره ثانيه. في عندنا رقم 079-8401901-20، هذا رقم قفز الي. ايضا في عندنا رقم 4696-3 كمان قفز آلي، بالإضافة إلى أرقام طوارئ في محافظات المادبة والسلط والزرقاء، وبالإضافة إلى مقسم شركة كهرباء اللي هو 550-3660. جميع هذه الخطوط شغالة وتستقبل شكاوي. والله يا سيد علي، في شكاوى بأنها صحيح شغالة لكن لا من مجيب. عموما هاي الأرقام إن شاء الله بناخدها منك تحت الهواء عشان الإخوان يعرضوها. لكن كمان اسمح لي أنوه بأنه أنت حضرتك في البداية قلت بأنه الكل تفاجأ بهذا القدر، يعني أنه ما كان حد يتوقع أنه المنخفض الجوي يكون بهذه القوة. لكن إحنا عبر رؤية وكذلك موقع طقس العرب قال وأكد أكثر من مرة بأنه تساقط الثلوج سيكون على ارتفاعات 800 متر وأقل، فبالتالي يعني للحقيقة لم تكن مفاجأة. يا سيدي الكريم، احنا يعني كان في خطة طوارئ اعدتها شركة الكهرباء بالتعاون مع كل الجهات الرسمية، وهذه الخطة وضعت على اساس انه في ثلوج. انا ما بنكر انه في ثلوج يعني ونشرة جوية لما حكت ارتفاع 900 متر انه
تم وضع خطة لهذا الأمر. الشركة وضعت هذه الخطة، والآن جميع كوادر الشركة الفنية تعمل بوضع جيد. أخي الكريم أخي ناصر، إذا نعم. قلت لك أنه بعض الإخوان الفنيين كان لما يلاقي الطريق مسكر ويحمل السلم كان يحمل السلالم ويروحوا مشي على نعم. موقع العطل ويصلحوه. أرجو أنه إخواننا المواطنين معذورين، اللي بتنقطع الكهرباء هو بهمه انه تصل الكهرباء، ولكن ما بعرف كيف تصل الكهرباء او كيف الاليه اللي تصل الكهرباء. طيب ممكن نحكي عن حاله معينه يا سيد علي؟ خلينا نحكي بصراحه شوي. يعني بالامس اتصل معي احد الاخوان الصحفيين والزملاء الصحفيين ومن كوادر صحيفه الراي ايضا تحديدا، كويس، وقال بانه من سكان منطقه ابو نصير وكانت الكهرباء مقطوعه منذ اليوم الذي سبق، يعني منذ يوم اول امس، وكان يتصل بشركة الكهرباء وتقول سنعيد العمل. ذهب بنفسه إلى موقع المحول رقم 7 تحديدا وقام بفتح الباب بنفسه بطريقة معينة، كسر القفل، وجد بأنه قاطع نازل، رفع القاطع وعادت الكهرباء للمنطقة. معقول هذا الكلام؟ يا سيدي الكريم، أنا حكيت لك أنه الأحمال اللي صارت على محطات التحويل أدت إلى يعني فصل الكهرباء عن بعض الأحياء، ولكن هاي تعالج من خلال مركز المراقبة. عندنا مركز مراقبة بنرجعها مباشرة من خلال غرفة المراقبة. أنا قرأت عن هذا الحادث بالنت بأنه دخل على نعم. موقع المحطة ورفع القاطع، ولكن أنا يعني مع احترامي للأخ الصحفي، هذا إجراء بالنسبة لنا قد لا يكون مقبول، لأنه قد يرتب خطورة على نفس الشخص اللي دخل على محطة التحويل. إحنا جميع محطات التحويل، مش المشكلة في الخطورة، المشكلة أنه كان قاطع نازل فقط. يعني هو بينزل القاطع نتيجة، طب ما حدا يرفعه يا سيدي؟ ما هو بدنا نرفعه، بدها تطلع سيارة من الشركة تطلع على هذا الموقع. نعم قد يكون الطريق مغلق للوصول لهذا الموقع. يعني لما تحكي انت عن ابو نصير وصويلح، اكثر مواقع نزل فيها ثلوج هي منطقة صويلح والمناطق المحيطة بصويلح. خلال الفترة هاي يعني قد لا تستطيع ان نؤكد بانه سياراتنا في بعض الحالات لا تستطيع ان تقوم بفتح الطرق، ما عندنا تعزيزات. قلت لك انه طيب. احنا استعنا بقواتنا المسلحه لمرافقه بعض سيارات شركه الكهرباء لفتح الطريق وايصال التيار الكهربائي. بعض محاولاتنا اخ ناصر عم نرجع الكهرباء مباشره، مجرد ما نزل قاطع عم يرجع من خلال مركز مراقبه والتحكم الموجود في يا سيد. الان المهم هو عوده الكهرباء لهذه المناطق، متى تتوقع ان يعني تبدا بالعوده، خاصه انه الحاله الجويه عم تستقر الان نوعا ما؟ إن شاء الله يعني من هلا بكرة على الأغلب جميع الأعطار راح تكون إن شاء الله قد عادت تيار كهربائي لجميع المواطنين إن شاء الله. على فكرة معالي الوزير قال صباحا بأنه راح تكون خلال 3 ساعات الكهرباء راجعة. عموما شكرا جزيلا لك السيد علي الحديد، رئيس نقابة العاملين في شركات توزيع الكهرباء. فاصل ومن ثم نعود إليكم ثانية. مرحبا بكم من جديد. طبعا تتناقل الآن الأخبار بأن الدفاع المدني يحذر المواطنين من الخروج من المنازل في هذه الليلة. إذن هذا تحذير من الدفاع المدني يطلب فيه من المواطنين عدم الخروج من منازلهم هذه الليلة نظرا لحالة الانجماد والبرد الشديد التي تشهدها المنطقة. وقد واصلت كوادر الدفاع المدني تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين في كافة أنحاء المملكة من خلال تعاملها مع العديد من الحوادث الناتجة عن الظروف الجوية السائدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بتشاركية فاعلة وتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة وعلى مدار الساعة، تابعت كوادر الدفاع المدني ومن خلال مواقعها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة تقديم العون والمساعدة للحالات الطارئة في ظل الظروف الجوية السائدة، لا سيما تلك التي كان لابد من إيصالها إلى المستشفيات وبخاصة حالات غسيل الكلى والولادة.
لحالة ولادة يعني وما فيش طريق مسكرة كانت واضطرينا نتحكي مع الدفاع المدني. وكيف شفتي خدمات شباب الدفاع المدني المسعفين؟ ما شاء الله عليهم الله يخليهم إن شاء الله طول عمرهم أحسن هيك ما فيه. في الحقيقة تم إبلاغنا من قبل عمليات عجلون عن حالة ولادة منطقة باعون حيث تم تحرك مجموعاتنا على المنطقة وتم استلام الإصابة وعملية الولادة كانت داخل سيارة الهاجلند من قبل جماعة الإسعاف الموجودين معنا حيث تمت العملية بكل نجاح وبكل أريحية وحالة الأم والمولود بحالة صحة وجيدة والحمد لله. هي حالة ولادة داخل سيارة الإسعاف حيث تمت الولادة على أيدي مسعفين من رجال الدفاع المدني وكانت وضعية الوضع الأم كان في حالة جيدة وكذلك وضع المولود وضع المولود كذلك كان في حالة في صحة جيدة. تعرض لحادث امبارح بالليل وجبته لهون وهلا تخرج كان تحت المراقبة تخرج بس ما قدرنا نروح على البيت فهي الدفاع المدني اجوا وساعدنا ان نروح على البيت. ونتيجة لتراكم الثلوج في معظم مناطق المملكة وما نتج عنها من انغلاقات للطرقات الرئيسة والفرعية عملت كوادر الدفاع المدني على إخلاء 2950 مواطنا من مركباتهم إلى أماكن آمنة لا سيما خلال ساعات ليلة البارحة حيث علقت مئات المركبات في مختلف محافظات المملكة. وجود عدد كبير من السيارات عالقة في بعد مستشفى الملك عليا في شارع الأردن. طبعا وصلنا للموقع من خلال السيارات المخصصة لهذا الشغل لسيارات الهاجلند نقلت الأشخاص لإخلاء المحاصرين. طبعا تفاجأنا بوجود عدد كبير من السيارات بالمئات الطريق بالسايدين أو بالاتجاهين مغلقة كثير من السيارات متعرضة بنفس الشارع بحيث أنه كان يصعب حتى نوصل بسيارات الهاجلند. الشيء الوحيد اللي عملناه أنه أنا ومجموعة من نشام الدفاع المدني نزلنا من سياراتنا وبدينا نخلي الأشخاص الموجودين المحاصرين داخل السيارات. طبعا بدينا الأولوية بالأطفال بالبنات الصغار بالنساء ولازلنا لغاية الآن من أكثر من ساعتين ونصف لثلاث ساعات لازلنا بنخلي بالأشخاص أعداد الأشخاص اللي أخليناهم بالمئات. أبدا الشوارع سكرت كلها جليد ثلج وهذا السيارات مش راضية تمشي بالمرة. يعني ما بعرف كنا كان من المفترض أو كنا نتوقع إنهم يشيلوا هالجليد أو الثلج بس استنينا في السيارة فترات طويلة جدا ما كان في أي حدا إجانا إلا بالأخير لما الدفاع المدني وصلوا. خير إلي ولمرتي مي وإن شاء الله الله يتممها خير وإحنا شاكرين لسواعد الدفاع المدني اللي قامت بإنقاذنا من العلق اللي علقناها يعني زي ما نقدر نحكي هيك ووصلونا لمكان العرس. وشعور غريب يعني الواحد لسه ما كان بحس حاله بيحلم انه شو اللي صار وهيك فجأة بس الحمد لله على كل شيء. أول شيء بنشكركم كثير انه لولاكم اصلا ما كان وصلنا لانه كان الطريق اصلا مسكرة. وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين ضرورة اخذ اعلى درجات الحيطة والحذر وعدم الخروج بالمركبات الا للضرورة واتباع الارشادات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني والاجهزة المعنية وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك. ولمتابعة الأوضاع مع مديرية الدفاع المدني معنا على الهاتف مدير الإعلام في الدفاع المدني العميد فريد الشرع. عميد فريد مساء الخير. مساء الخيرات أخي ناصر الله يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك يعطيكم أنتم ألف عافية. الحقيقة اليوم ما قصرتوا مع كوادر الرؤية نهائيا يعني ابدا واجب يا سيدي واجب. ومع المواطنين ايضا وهذا شيء لمسناه وشفناه بعيوننا. فريد بيك ما هي الاوضاع الان؟ انتم قبل قليل اصدرتم تحذير للناس وتطلبون فيه عدم الخروج من المنازل. نعم نعم شكرا اخي ناصر. الحقيقه هذا يعني التحذير والله مشترك هو ما بين الدفاع المدني والداخليه وكل الجهات المعنيه بسلامه المواطنين. وحتى اكون واضح يعني هذا كان توجيه من معالي وزير الداخلية شخصيا حتى لا تتكرر مشكلة يوم أمس. وكما تعلم أخي ناصر ليلة يعني أمس كانت حقيقة حصل فيها نوع من الإرباك نظرا لخروج أعداد كبيرة بإخوان المواطنين في مركباتهم على طريق المطار وعلى شارع الأردن والشوارع الفرعية ظنا منهم أن المنخفض الجوي يعني كان في نهاياته لكن كانت الأرصاد الجوية تحذر أنه في جبهة جديدة. فهذا التحذير هذا اليوم هو حقيقة يعني أكثر حدية خلينا نقول ونرجو أن يتقبل يعني هذا المصطلح من أخوان المواطنين لأن الهدف الأول والأخير سلامتهم لا سيما وكما علمنا قبل قليل من نشرتك الجوية راح يكون نوع من الانجماد
صحيح. يعني ثلوج وانجماد حقيقة بتكون حالة خطرة جدا. نتمنى سيدي، هو نداء كان مكتوب، لكن الآن وقد يعني حضرتك تفضلت بالاستفسار عنه، نجدها فرصة مناسبة من خلالكم أكد عليه مرة ثانية لكل مشاهدي الرؤية أنه يا أخواننا هذه الليلة ستشهد حارب الانجماد، وبالتالي الخروج لحاجة غير ملحة هو مخاطرة ومجازفة، لا سيما إذا ما علمنا أنه الدفاع المدني وغيره من أجهزة مختصة جاهزة لتلبية نداء المواطن في أي حاجة ضرورية، وبخاصة الحالات المرضية جاهزين سيدي لتلبية نداء المواطن، وما بدنا يا لا يغلب حاله ولا يعرض حياته للخطر. طيب عميد فريد، ما هي أبرز الحالات التي تعاملتم معها تحديدا اليوم؟ يا سيدي كما تعلم احنا من ايام اخي ناصر، شكرا لكم في محطة رؤية، حريصين جدا على التواصل اليومي، وكما تعلم عملنا تكاملي وتشاركي بين كل الاجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية، قد نكون نتحدث عن ارقام قمنا فيها باليات، ولكن حقيقة العمل هو كله يأتي ضمن منظومة أمن وطني شامل وضمن مظلة المجلس الأعلى للدفاع المدني. وبالتالي توجيهات جلالة سيدنا الله طول عمر اليوم في لقائه بمسؤولين الدولة في وزارة الداخلية، يعني أصر بتوجيهاته الدائمة في تقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الوطن، وركز سيدنا على أن تكون هذه الخدمة للمناطق النائية تماما كما هي في العاصمة، يعني بمعنى آخر أن تطال كل أبناء الوطن وفي كل مواقعه، ولا بل حتى المناطق النائية قد تكون أكثر حاجة لمد يد العون والمساعدة، وهذا إن شاء الله ما نعمل على تجسيده سيدي من خلال ما نؤدي من رسالة على مدار الساعة. أما عن الإحصائية، كل يوم نتحدث عن إحصائية تتجدد أخي ناصر، اليوم مثلا وصل عدد الأشخاص لمدة يد المساعدة لهم خلال محاصرتهم بمركباتهم في مناطق مختلفة، لا سيما ليلة أمس اللي تحدثنا عنها، وصل العدد سيدي إلى 2958 حالة مواطنين منذ بداية الأزمة ولا خلال 24 ساعة؟ هذا سيدي الرقم التوتالي الإجمالي، يعني هو من يوم أمس للآن كان في أكثر من 980 حالة فقط ليلة أمس وحتى عصر هذا اليوم، إضافة إلى حالات غسيل الكلى، وهذه سيدي حالات مرضية لابد من التعامل معها بحرفية، وصل العدد إلى 205، كما هو الحال إلى حالات الولادة اللي بلغ عددها 138 حالة. طبعا غير يعني العديد مئات الحالات أخي ناصر، مواطنين جنحت مركباتهم على الطرقات وانزلقت بسبب تراكم الثلوج، وكان لابد من مساعدتهم، بالتالي عادتها إلى الطرق ومن ثم مساعدة الأشخاص فيما لو كان هناك إصابة. ولكن أطمئنك أخي ناصر، رغم هذه الأعداد الكبيرة المزعجة كرقم، إنه لكن بحمد الله نطمئن الجميع لم تحدث أي وفاة ولا إصابة جراء كل هذه الظروف الجوية الخيرة المعطاة على هذا الوطن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. عميد فريد الشرع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، كل الشكر لك. إذن 205 حالات غسيل كلى و 138 حالة ولادة تعاملت معها أجهزة الدفاع المدني منذ بداية العاصفة الثلجية. ومنذ بداية العاصفة كذلك، وكوادر الأمن العام تعمل بصمت لتقديم المساعدة للمواطنين على تجاوز آثار هذه العاصفة من خلال غرف عملياتها، وكذلك من خلال كوادرها المنتشرين على جميع الطرقات في المملكة. التفاصيل في التقرير التالي من مديرية الأمن العام. تواصلت جهود منتسبي الأمن العام منذ بداية الأوضاع الجوية الحالية لمساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم، خصوصا أولئك الذين علقوا على الطرقات لعدم تمكنهم من مواصلة مسيرهم بسبب تراكم الثلوج وحصول الانجمادات صباح اليوم في معظم شوارع المملكة، حيث سهر العاملون في الميدان من رجال الشرطة منذ الأمس وحتى صباح اليوم لإنقاذ المواطنين ومساعدتهم. يعني من ساعات الأمس بداية منخفض الجو وإحنا على نفس الطريق نساعد المواطنين، المركبات العالقة نطلعها، نأمن الناس، صارنا يعني من ساعات الأمس وحنا على نفس الشارع ما تريحنا، نخدم أهلينا ونخدم أبناء هذا الوطن، مبسوطين على هذه الخدمة، لأنه زي ما أنا بخدم بالمنطقة هون في ناس بيخدم أهلي بالمنطقة الثانية. وبالرغم من الرسائل التوعوية الإعلامية التي واصل الأمن العام والجهات المعنية بثها بمختلف وسائل الإعلام،
حول أهمية عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، إلا أن عدم اتباع عدد من المواطنين لنصائح الأمن العام عاق عمل الجهات الرسمية عن أداء واجباتها. الله يعطيكم العافية وبارك فيكم، يحفظ هالبلد وقائدها وشعبها، ما شاء الله عليكم منظمين، وين انت بتمشي الدفاع المدني والأمن كلهم جاهزين ما شاء الله. أنا ساكن في هاي المنطقة، طلعت رحنا صلينا الظهر والعصر جماعة وجينا شوف سيارات إذا فيها واحد عالق واحد بده مساعدة أنا هذا. أنا بوجه نداء للمواطنين إنه ما يطلعوا في الثلج في الظروف هاي، يطلع يعني ثلج يعني حتى جرافات الأمانة مرات توقف نص الشارع وكل سيارة معطلة من امبارح. الأجواء عاصفة بالفعل والثلوج كثيرة، ورغم تحذيرات الأمن العام يعني ورغم تحذيرات الدفاع المدني، ولكن للأسف الناس ما زالت بالشوارع تمشي. أنا امبارح في المنطقة هاي اللي ساكن يعني ما شفت غير الجيش الله يعطيهم العافية قوات الأمن، الدرك يعني عملوا المستحيل حتى يفتحوا الطرق لهاي الناس المقطوعة، وهاي منطقة بين السابعة وبين المطار، المنطقة هاي مقطوعة لساعات الليل يعني شفت سيارات الأمن وشباب الأمن والدرك والدفاع المدني بشدوا بهالمواطنين وبدزوا بهالسيارات، كمان هن بالدروش يعني زي ما لاحظت سيارات الأمن مش قادر تمشي وتدخل أو تفتح الشوارع لأنه في حركة سير كتير هائلة. يمكن هلا بدناش نحكي إنه كان في تقصير لأنه أبدا ما كان في تقصير، بس الوضع اللي صاير إنه ثلث أرباع الناس طالعين لأغراض غير ضرورية، وهذا الحكي أدى إلى تعطل السيارات بالشارع نهائيا، مما أدى إلى عدم تمكن كوادر الأمن العام أو الدفاع المدني أو الجيش للوصول للناس المحتاجة. فأنا صحيح إذا بتمنى على كل شخص إنه ما يطلع من بيته إلا للضرورة القصوى، إلا إذا في فعلا حاجة ضرورية يطلع، غير هيك يلتزم البيت ويخلي السيارات الأمن العام، يخلي سيارات الجيش، يخلي سيارات كوادر الدفاع المدني تقدر توصل للناس المحتاجة والناس اللي فعلا بدها الخدمة. ومع انحسار المنخفض الجوي، فإن المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام يحذر كافة مستخدمي الطرق من الانتباه لسطح الطريق خاصة ساعات المساء والصباح الباكر، خوفا من تعرض مركباتهم للانزلاق المفاجئ وحصول ما لا يحمد عقباه. الرائد وصف العتوم، المركز الإعلامي، مديرية الأمن العام. ولمتابعة الأوضاع مع مديرية الأمن العام ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم المديرية الرائد عامر السرطاوي. رائد عامر مساء الخير. مساء الخير سيد نصر، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ما هي آخر المستجدات لديكم عامر بيك؟ سيدي الحمد لله مطمن لكل المواطنين، الوضع اليوم إن شاء الله أحسن أفضل. زي ما لاحظتوا بعض المعيقات اللي واجهتنا يوم أمس، اليوم الحمد لله الأمن العام، كافة الجهات المعنية، قوات المسلحة، الدرك، الدفاع المدني، الوزارات، الكل اشتغل. الطرق الآن شبه فاتحة، في بعض الطرق ما زالت يعني مغلقة. تحب أستعرض أنا وياك حالة الطرق في إقليم العاصمة؟ الآن جميع الطرق سالكة بحذر وانتباه، وفي ما زال بعض الطرق الفرعية مغلقة. في إقليم الوسط البلقاء جميع الطرق سالكة بحذر شديد جدا سيدي، في منطقة البلقاء الطرق الفرعية ما زالت مغلقة. الآن طريق السلط عمان مغلق، ويشهد المحافظة تشهد ضباب كثيف وتدني مدى الرؤية وبداية تشكل الانجمادات. في مادبة الطرق سالكة، الزرقاء طرق سالكة باستثناء طريق بيرين الزرقاء سالكة بحذر شديد. إقليم الشمال محافظة إربد الطرق فيها سالكة. عجلون ما زالت الطرق الرئيسية والفرعية للأسف مغلقة. طريق عجلون إربد سالك بحذر شديد جدا سيدي، يعني لا ينصح باستخدامه، ينصح كمان الناس ما تسير عليه. نعم. في محافظة جرش الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد جدا، والطرق عدبين، عبلين، سوف، القاعدة مغلقة. إقليم الجنوب الطفيلة الطرق سالكة بحذر شديد، والداخلية مغلقة مع وجود ضباب وتدني لمدى الرؤية وبداية انجماد. الكرك جميع الطرق سالكة بحذر، والفرعية شبه مغلقة. في محافظة معان الطرق سالكة وتشكل انجماد، طريق أزرح، كيل، وادي موسى، الحسينية، الشوبك سالكة بحذر شديد، وطريق رأس النقب ما زال مغلق. في البتراء الطرق سالكة بحذر شديد. نعم. طيب عامر بيك، هل لديكم خطة للتعامل مع حالة الانجماد التي ستبدأ اعتبارا من هذه الليلة، وخاصة على الشوارع الرئيسية مثلا شارع الأردن أو الشوارع التي تربط العاصمة بالمحافظات؟ سيدي احنا زي ما حكيت في بعض المحافظات بدأ تشكل انجماد فيها،
والتوقعات زي ما بنعرف انها تعم مختلف المحافظات. في نصائح يجب على المواطنين الالتزام فيها في حال تشكل الانجماد، يعني تخفيف من الحرق قدر المستطاع وعدم الخروج الا للضروره، خاصه ساعات الليل والصباح الباكر قبل خروجه. اذا اضطر قبل خروجه تسدد مركبته، الاطارات المركبه اثناء مسيره، استخدام الغيارات العكسيه بدل من الكوابح، تخفيف السرعه قدر المستطاع. نعم، كل الشكر لك الرائد عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديريات الأمن العام. يعني حقيقة عندما كنا نتحدث سواء كان مع العميد فريد الشرع أو مع الرائد عامر السرطاوي ونسأل عن يعني أبرز ما تعاملوا معه هذا اليوم، كان في البال صورة لم تغب حقيقة، وهي صورة شاهدناها سويا عبر قناة رؤية التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر اليوم بالتغطية المباشرة للوضع في عمان وكافة المحافظات. هذه التغطية بلغت الذروة حقيقة حين تابع مراسلنا عبد الله الكفاوين حالة مع الدفاع المدني، كانت ناقلة متجهة إلى أحد المنازل لكي يعني تحضر حالة للعلاج وللذهاب للمستشفى، وتابعناها على الهواء مباشرة. كان هناك أثناء الطريق حقيقة ممارسات، يعني كان هناك أولا بعض الإعاقات من السيارات العالقة في الطريق، وكان هناك بعض الناس يرمون الثلج على الناقلة، وبعد الوصول تم نقل طبعا طفلة كانت تعاني من حالة اختناق وكانت غيبوبة بسبب استنشاق ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، والطفلة قد توفاها الله رحمها الله. فلنتابع هذا التقرير الذي يرصد هذه الرحلة المحزنة. احنا فعليا كنا مارقين من منطقة الياسمين ومن دوار الياسمين، وتصرفنا مع احد اليات الدفاع المدني اللي بتساعد في فتح الطرق، وحاليا هم رايحين يتعاملوا مع واحدة من الحالات. الان احنا طبعا من امبارح بالليل تقريبا من الساعة تقريبا 12 بالليل، الساعة 12 بالليل، واحنا على هذه الناقلة بننقل حالات مرضية من المنازل والى مستشفيات اقرب مستشفى. الان احنا رايحين نتعامل مع حالة هنا عند مسجد نابلس ضاحية الياسمين منطقة حي نزال. احنا حاليا قربنا ان نوصل لواحدة من الحالات اللي بالفعل واحدة من سيارات الاسعاف والدفاع المدني استعانت بهاي الآلية للوصول لاحدى الحالات المرضية، وذلك نتيجة انه هاي الحالة موجودة على واحده من الشوارع اللي فيها طلوع اجمالا، فسياره الاسعاف مش قادره توصل للحاله، فاحنا حاليا رايحين على هاي الحاله للاطلاع عليها ولمساعده بهذه الاليه نقدر نطلع على الطلوع لانزال الحاله وتسليمها لاليات الدفاع المدني. الحالة أمامنا مباشرة، يمكن عم بتم نقلها من إحدى آليات الدفاع المدني إلى الآلية اللي معنا اللي هي ناقلة الجنود. أنتوا حالياً قاعدين بتشاهدوا بالحالة مباشرة، يعني الحالة حالياً وصلت الحالة، واحنا حاليا هي داخل الناقلة. احنا بنتمنى من جميع الاخوة المواطنين مراعاة ظروف الجو ومساعدتنا، ما يعطلوا عمل يعني سير عملنا. انت ملاحظ زي ما انت شايف ما انا غالة والحالة خطيرة، ومش عارفين نطلع لا من السيارات ولا من الناس. زي ما انت شايف بنحاول نقول لأقرب مستشفى بسرعة بسرعة، بأقصي يعني بنحاول قد ما نقدر نطلع بأقصى سرعة، لأنه الأخوة المواطنين يعني زي ما انت شايف قاعدين نصير عملنا.
إذا كانت هذه نهاية رحلة حياة هذه الطفلة رحمها الله وصبر الله والديها وعائلتها. ننتقل مرة أخرى إلى دوار صوالح معنا من هناك، إلى دوار المدينة، ومعنا من هناك مراسلنا عبد الله الكفاوين. عبد الله، قبل ما تعطيني الوضع هناك، يعني سؤال حقيقة يخطر في بالي، ماذا شعرت عندما تلقيت نبأ وفاة هذه الطفلة رحمها الله؟ نعم ناصر، صراحة يعني لا أستطيع أن أصف شعوري، ولكن يعني الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على السراء والضراء. فعلا يعني أريد أن أنقلها على الهواء مباشرة، عظم الله أجرهم لأهل المتوفية، ولكن الحمد لله على كل شيء. صراحة تمنيت بأن أكون أول شخص يعني يقوم بإجراء مقابلة مع هذه الفتاة بعد أن تتعافى، ولكن الحمد لله على كل شيء، قضاء الله وقدره، ونأمل الصبر والسلوان لأهل المتوفى. نعم ناصر، نحن الآن على دوار المدينة كما ذكرت. نعم عبد الله، كيف تصف لنا الوضع الآن؟ نعم ناصر، هناك نحن تقصدنا الوقوف على دوار المدينة لرصد حركة السير، خاصة بأنه يعتبر دوار المدينة من أحد مخارج عمان المؤدي إلى مدينة الزرقاء، ولرصد إذا كان الأوتوستراد فعلا أوتوستراد الواصل بين عمان وزرقاء يعني السير فيه يسير بشكل سلس وبشكل مرن. أيضا رصدنا بعض وسائل المواصلات التي تصل إلى الزرقاء، المواصلات العامة من التكاسي وأيضا الباصات النقل العام. هناك هنا في المدينة الرياضية كان هناك قبل قليل أو قبل ساعات من الآن عدد كبير من المواطنين يلعبون بالثلج، ويعني يتمتعون بالزائر الأبيض، أو يمكن أن نقول أنهم يودعون الزائر الأبيض بعد أن نقول بأن اليوم هو الانحصار لهذا المنخفض. أيضا ملاحظة لاحظناها أثناء قدومنا إلى دوار المدينة الرياضية، أن هناك خاصة بعد ذوبان الثلج أو في بعض المناطق وفي بعض الشوارع، أعتقد بأن هناك ملاحظات ستكون كثيرة جدا للأجهزة الفنية المتخصصة أو المختصة بتنظيف الشوارع وأيضا إعادة صيانتها، لأنه يمكن أن نكون قد أو تكون هذا المنخفض لفت النظر لأخطاء موجودة في البنية التحتية، أو حتى يمكن أن يكون تعامل الآليات من كافة الأجهزة الفنية مع الشوارع قد كشفت بعض العيوب الفنية التي نأمل أن يتم إصلاحها بعد ذوبان الثلج بسرعة، ولإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو إلى أفضل مما كان عليه. نعم شكرا لك زميلنا عبد الله الكفاوين من دوار المدينة الرياضية، وإن شاء الله تعود الأمور إلى ما كانت عليه. أعلنت عدد من الجامعات الأردنية اليوم تعطيل الطلبة ليوم غد الأحد وإرجاء الامتحانات المقررة حتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار حرصا من إدارات الجامعات على سلامة الطلبة وجميع العاملين نظرا للظروف الجوية وتراكم الثلوج في الجامعات التي أعلنت يوم الأحد والجامعات التي أعلنت يوم الأحد عطلة رسمية، هي الجامعة الأردنية، جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة، العلوم الإسلامية، الجامعة الألمانية، العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، الهاشمية، البلقاء، الحسين بن طلال، وعجلون الوطنية، وجامعة الزيتونة، وجامعة الزرقاء الخاصة، وجامعة الإسراء، وجامعة العلوم التطبيقية. كما أعلنت الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن عن تعليق دوامها ليوم غد، وعليه تؤجل الامتحانات النصفية التعويضية إلى موعد آخر
سيتم الإعلان عنه لاحقا. وأعلن رئيس جامعة عمان الأهلية عن تعليق دوامها ليوم غد الأحد على أن تؤجل الامتحانات إلى موعد آخر. قال نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز إنه لا يوجد نقص في التزود بالمشتقات النفطية والغاز، لا سيما وأنه تم التزود بكميات كبيرة من هذه المواد قبل المنخفض الجوي. وأكد الفايز في تصريح لرؤية أن الأيام التي سبقت الموجة القطبية شهدت طلبا كبيرا وتم تلبيته، حيث وصل عدد اسطوانات الغاز التي تم التزود بها خلال اليومين الماضيين إلى نحو 284 ألف أسطوانة. وأضاف أن التزود بالمشتقات النفطية خصوصا الكاز كان مرتفعا لآخر 4 أيام، إذ بلغت كميات الكاز التي تزودت بها المحطات نحو 2400 طن يوميا، مقارنة مع 200 إلى 300 طن معدل التزود اليومي. وقال الفايز إن حاجة المواطن للتزود بالغاز والمشتقات النفطية هو لتعزيز النقص في الاحتياطات وليس لحاجة أساسية، مؤكدا أنها جميعها متوفرة، لكن ما يعوق حركة سيارات التوزيع هو إغلاق بعض الطرق الفرعية. وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء، قرر السيد ميشيل الصايغ رئيس مجموعة الصايغ أن يكون يوم غد يوم عطلة رسمية لجميع موظفي المجموعة. أعلنت مجموعة المطار المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي عن سير العمليات في المطار بشكل طبيعي تبعا للإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الأحوال الجوية السائدة، مؤكدة توفر جميع المرافق والوسائل الأساسية ومشددة على عدم حدوث أي تعطيل في حركة إقلاع الطائرات أو هبوطها. من جهة أخرى، ونظرا لإغلاق الطرق الرئيسية من وإلى عمان حتى ظهر اليوم، بقيت المواصلات غير متاحة مؤقتا لنقل المسافرين القادمين إلى المملكة، مما أدى إلى اضطرار 450 مسافرا إلى البقاء في المطار. وقالت المجموعة إنه نتيجة لحالة الطرق فقد تم إلغاء وتأجيل بعض الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران المعنية، وأصبح جميع المسافرين العالقين في طريقهم فعليا إلى عمان، علما أن الرحلات الجوية المؤكدة لليوم ستشهد تأخيرا طفيفا نظرا لصعوبات فتح الطريق. لذا ينصح جميع المسافرين بالاتصال بشركات الطيران التي سيسافرون على متن خطوطها للتأكد من تفاصيل رحلاتهم. إذن نحن الآن نتابع معكم على الهواء مباشرة في تغطية من رؤية للحالة الجوية، ونذكر بالخبر قبل قليل حيث قرر السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ أن يكون يوم غد الأحد يوم إجازة رسمية لجميع الموظفين. نعود إلى متابعة أخبار المحافظات، حيث كانت محافظة عجلون من أكثر مناطق المملكة تأثرا بالموجة الثلجية، وخاصة في مناطق عبين وعبلين واشتفينا وراس منيف، إضافة إلى كفرنجة وراجب، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة من المحافظة. كما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية إغلاقات بسبب تراكم الثلوج التي وصل ارتفاعها في بعض المواقع إلى أكثر من متر. وشكى السكان من تقطع السبل بهم بعد تعطل العديد من الجرافات والكاسحات التابعة للوزارات المعنية والبلديات، مما زاد من معاناتهم خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. وكانت بلدة عين جنة في محافظة عجلون من أكثر المناطق تأثرا بالموجة الثلجية،
التي غمرت البيوت والأشجار والمرتفعات المحيطة بالبلدة الجبلية، مما تسبب بإغلاق جميع منافذ البيوت وتقطع السبل بالمواطنين. وأفاد مراسلنا في الشمال بأن المواطنين في البلدة لا يستطيعون مغادرة منازلهم بسبب تراكم الثلوج على أبوابها. وينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور نمر حدادين، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة. دكتور نمر مساء الخير. مساء الخير، هلا، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور نمر. الآن في ظل الحديث عن أجواء الصقيع والبرودة الشديدة، ما هو المطلوب من الإخوان المزارعين وحتى في البيوت العادية للحدائق للتعامل مع هذه الحالة؟ شكرا لكم. يعني في الحقيقة بنشكر جميع كافة العاملين في قناة رؤية يعني لمتابعتهم الأحوال الجوية السائدة، وخصوصا عن حالة الجو اليومين الفاتوا واليومين القادمات، لأنه بالفعل في انجماد. لهذا السبب أنا بشكركم كل فرد في قناة رؤية. لهذا السبب احنا بوزارة الزراعة بنحذر الأخوان المزارعين، لأنه المعطيات أو النشرة الجوية تؤكد حدوث الانجماد الليلي والأيام القادمة، وإحنا بهمنا في الأيام القادمة أو يعني اللي هي مناطق الأغوار، سلة الغذاء الأردني في الأغوار الشمالية والوسطى، أنه راح يكون في هناك انجماد. فأنا بهي في الإخوان المزارعين يعني أخذ الاحتياطات اللازمة وللتعامل مع موجة الصقيع. وسبق وإحنا في نشرات سابقة نبهناهم، وبس احنا بنحب نذكر فيهم ونشعرهم احنا على تواصل معاهم، اللي هي عمليات احكام البيوت البلاستيكية واشعال النار، يعني النيران من خلال الاعشاب الجافة او من مخلفات المزرعة للتقليل من اثار الصقيع. اما بالنسبة للمزارع او المرتفعات فلا داعي للقلق، يعني لانه الاشجار التفاحيات واللوزيات هي بحاجة إلى ساعات من البرودة، يعني وهذا راح تنعكس إيجابا على الموسم القادم، يعني في الإنتاج ونوعية الإنتاج راح تكون متميزة إن شاء الله. في نقطة أخيرة أنا بحب، يعني نتيجة الأحوال الجوية السائدة أيضا أد والرياح والثلوج أدت إلى كسر عديد من الأشجار الحرجية وأدت إلى تكسرها، ويعني خليني أقول أدت إلى إغلاقات في بعض المناطق. أنا بهيب في الإخوان أنه الاتصال على غرفة العمليات في مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة من خلال الهاتف أو غرفة العمليات. إذا سمحت بدي أحكي لي هذا الرقم 06-534-11-16، بعيد الرقم 534-11-16. هذا رقم غرفة العمليات للحراج. نعم. الشيء الثاني، في بعض الناس فئة قليلة خارجة عن القانون بيحاولوا يقطعوا الأشجار الحرجية. أنا بهيب برضو في الإخوان المواطنين في حال مشاهدتهم هذول الناس المارقين الاتصال في أقرب مخبر للشرطة أو مع الشرطة البيئية أو مع مديرية الحراج لتحويله للقبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة. نعم. بالنسبة للحدائق دكتور نمر، أيضا يشعلوا يعني القش في الحديقة يعني في يعني أيضا الحدائق المنزلية، ما يعني خليني أقول الأشجار المثمرة يعني هي تتحمل الهار، بس لكن ممكن يكون في أغصان تكسرت من نتيجة الثلوج، لكن بعد ما يخلص المنخفض الجوي يمكن تقليمها وإزالة الأغصان المكسرة. لهذا السبب ما في داعي للقلق لإخوان المواطنين أنه الثلج على الأشجار، وهذا شيء طبيعي في مثل هذه الأيام من السنة. نعم، إذن كل الشكر لك دكتور نمر حدادين الناطق باسم وزارة الزراعة. وردتنا حقيقة صور من مراسلنا في معان، وهي تظهر كيفية تمكن كوادر وزارة الأشغال من مساعدة أحد المواطنين العالقين في الثلوج. طبعا هذا في مدينة معان، حيث تعطلت مركبة وسط الثلج المتراكم، وتعتبر هذه من الحالات القليلة التي تتراكم فيها الثلوج في معان تحديدا. إذا نشاهد هذه الصور التي زودنا بها مراسلنا في معان. ترجمة
إذن على صعيد آخر، استمرت الأجهزة المعنية مساء السبت بفتح الطرق الرئيسية في مدينة معان بعد أن كستها الثلوج بالكامل، وشهدت مدينة معان تساقطا كثيفا للثلوج الليلة الماضية، في حين استمرت الأجهزة المعنية بالعمل على فتح الطرق الرئيسية منذ ساعات صباح اليوم. وقد أدت الموجة الثلجية إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية في محافظة الكرك، مما تسبب بخسائر مادية جسيمة لمربيها. وقال مراسلنا إن إحدى الحظائر انهارت في الكرك نتيجة لتراكم الثلوج على سقفها، ما أدى إلى سقوطها فوق المواشي ونفوقها. اليوم تفاجأنا واحنا جايين على الحظيرة على غنام منها منهارة، فلما يعني دخلنا بدنا نتفقدها وجدنا في بها حالات وفيات. حكينا مع الجهات المعنية خصوصا يعني مع المصرفية، حكينا انه بده يشكل يعني لجنة تجي تطلع على امر على ارض الواقع. يعني للاسف ما بعث لجنة ولا جاء ناس نهائيا. طبعا الطرق كلها كانت ايش مغلقة لغاية الساعة 3 عصرا، بعد 3 عصرا بلشوا يفتحوا بالطرق. على صعيد آخر، فقد أدى تراكم الثلوج على جميع الطرقات في مدن الضفة الغربية إلى شلل تام في حركة المرور اليوم، كما أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة. وقال شهود عيان إن الثلوج المستمرة في التساقط منذ 3 أيام أدى تراكمها على الطرقات إلى شلل تام في حركة المرور في مدن رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس، كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 70,000 منزل في تلك المدن نتيجة تقطع بعض أسلاك الكهرباء جراء تراكم الثلوج والأجواء العاصفة التي مرت بها المنطقة. واكتست عدة مدن في الضفة الغربية منذ فجر الخميس بالثلوج بعد تعرض المنطقة لموجة برد قارصة صاحبت العاصفة الثلجية إليكسا القادمة من روسيا، وطالت تأثيراتها منطقة شرق البحر المتوسط ومصر. وأدى تراكم الثلوج والأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها المنطقة إلى إجبار آلاف المحلات التجارية والأفران على الإغلاق، الأمر الذي صعب من مهمة الفلسطينيين في الحصول على احتياجاتهم. سنبقى متواصلين معكم وسننتقل بعد قليل إلى مركز طقس العرب لكي يطلعنا زميل محمد الشاكر على آخر تطورات الطقس. كذلك ستكون معنا بعد قليل على الهاتف المهندسة وجدان الربضي المفوضة في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتحدثنا عن موضوع انقطاعات الكهرباء والفاقد في الكهرباء وغيرها من الأمور. نعود إلى أخبارنا، حيث ناشد رئيس بلدية غزة رفيق مكي حكومات العالم مد يد العون لقطاع غزة الذي يواجه سيولا منذ 4 أيام أغرقت عدة أحياء ومناطق سكنية وتسببت بنزوح عدد كبير من المواطنين.
وطالب مكي دول العالم والهيئات الإنسانية الضغط على إسرائيل لترفع الحصار عن قطاع غزة، وعلى الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية لتتزود محطة الكهرباء بالوقود. وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة أعلنت أن قطاع غزة يعد منطقة منكوبة، مناشدة دول العالم والمؤسسات الدولية بإرسال مضخات وآليات للتعامل مع الكارثة التي يمر بها القطاع منذ 4 أيام بسبب المنخفض الجوي، محذرة من أن حياة الكثير من السكان باتت معرضة للخطر جراء السيول التي تزحف نحو الأحياء السكنية. الساعة 10 في الليل احنا نايمين والناس بتصوت، طلعت اجري بقول لجوزي ايش في له، وبقول لي اصوات، طلعت فتحت الدكان المي بتعمل بف في الدكان، ومن الدكان على الدار جوا جوا، الاوض غرقت والفراش كل فراشي كله وخزاناتي كلها غرقت. كم واحد عندكم في الدار؟ انا عندي 6 ودار ابنه 7 في دار واحدة. هيهم هاي كلنا هذين اولاده كلهم غرقوا، هايهم بطلعوا لسه في بيجوا. قديش ضايل ما طلعوش لسه؟ ضايل بيجي 6. الزلمة اختيار كبير. غرقت كل الدار يعني، ما صارش في حاجة وطلعت المية علينا. الليلة يعني طفت المية علينا كلها هيتها. ليش لهالقطة ما طلعتوش؟ عشان المية يعني طف مش هنقدر نطلع. وين كنتوا قاعدين؟ كنا بالدار قاعدين فوق على السطح. كثير يعني كثير كان في شقع، مش مكناش مستحملين الساعة بالمرة. طب ايش عملتوا؟ كيف دبرتوا حالكم؟ يعني اتصلنا على الدفاع المدني وجت لنا الحسكة وطلعنا. وتنضم إلينا عبر الهاتف الآن إذن المهندسة وجدان الربضي، المفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. سيد وجدان مساء الخير. أهلين مساء النور. يعطيكم العافية. يعني الله يعافيك وشكرا لجهودك والمتواصل في حياك الله. نقل الرسالة للمواطنين كافة. يا مرحبا. يعني ست وجدان، يمكن تابعت نشرتنا في البداية والشكاوى المتواصلة من المواطنين حول انقطاعات التيار الكهربائي، متى سوف تنتهي؟ صحيح سيدي، نظرا للظروف الجوية السائدة عندنا في المملكة اللي الله أنعمنا بالزائر الأبيض، هناك تعرضت الشبكة الكهربائية للعديد من الانقطاعات. نعم. طبعا سبب هذه الانقطاعات أول الأحوال الجوية السائدة، سواء كانت سرعة الرياح بالإضافة إلى تراكم الثلوج على بعض الأشجار اللي أدى إلى عطل كهربائي في المحطات، بالإضافة إلى هناك في بعض الممارسات من المواطنين خاصة في استخدام صبات التدفئة التي تزيد من الإحمال محطات التحويل عن الاستطاعة المصممة لهذه المحطات، مما يؤدي إلى وجود الأعطال العديدة في هذه المحطات. والهيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركات الكهرباء وشركات التوزيع في الشمال والوسط والجنوب بالإضافة لشركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة على مدار الساعة في الأيام الثلاثة الماضية. نعم كويس وجدان، هذا الكلام سمعناه، لكن حقيقة نعم. بدنا جواب، يعني متى سيتم حل مشكلة الانقطاعات؟ سيدي الآن إحنا مثلا زي منطقة عجلون، من الصباح هذا اليوم إحنا في حديث متواصل مع شركة كهرباء إربد بالتعاون مع معالي وزير الأشغال ومعالي وزير الطاقة، تم إعادة التيار الكهربائي لشبكة الضغط المتوسط. والآن في بعض الأعطال الخفيفة اللي هي اللي خلينا نحكي على الشبكات الضغط المنخفض في المناطق اللي ما استطاعت شركة الكهرباء تصل لتلك المناطق بسبب إغلاق الطرق. طيب مهندسة وجدان لو تكرمتي. نعم لو تكرمت، يعني حقيقة هناك سؤال يتردد كثيرا، لماذا العقاب الجماعي؟ بمعنى أن هناك يقال بأنه بتم قطع الكهرباء عن مناطق فيها فاقد كهربائي، بمعنى أن هناك فيها سرقة خطوط كهرباء، فيتم قطع الكهرباء عن كل المنطقة، وهذا عقاب جماعي يعتبره المواطنين. مش هي الصورة، الصورة أنه هناك في عنا محطات التحويل فيها استطاعة مصممة، الآن هناك عم بيصير سحب للتيار الكهربائي بفوق استطاعة المحطة، وهذا اللي بيؤدي إلى حرق المحول أو خروجه من الخدمة.
فالشركات عم تعمل بجهد جاهد على أساس إعادة الخدمة قدر المستطاع لكافة المحطات لكافة المحطات ولكافة المواطنين. نعم يعني نعم. نتوقع قريبا إن شاء الله عودة شاء الكهرباء الله. بجهودكم يعطيكم العافية. نعم الآن ما زالت الجهود مستمرة. نعم. شركات الكهرباء جاهدة في إيصال التيار الكهربائي لكافة المواطنين. نعم شكرا شكرا جزيلا لك المهندس وجدان الربضي المفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ننتقل الآن إلى مركز طقس العرب، معنا من هناك زميلنا محمد الشاكر لكي يطلعنا على آخر تطورات الحالة الجوية. محمد يعطيك العافية والكلمة لك. الله يعافيك، مساء الخير طبعا بالتأكيد لجميع الإخوة المشاهدين، أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية. طبعا الآن واضح جدا لدى جميع الأردنيين بتحرك المرتفع الجوي نحو الشرق، وأيضا بدأت الأحوال الجوية بالهدوء، بدأت الآن نلاحظ توقف تساقط الثلوج في أغلب المناطق، حتى أن بعض كميات السحب بدأت بالتناقص بشكل تدريجي. نستعرض معكم درجة الحرارة الآن في العاصمة عمان، هي تقريبا حوالي صفر المئوي، أجواء جدا باردة. الآن بدأ تشكل الصقيع والجليد والانجماد في كافة المناطق. راح أكون معكم كان شوي في عدة تحذيرات اللي يجوز ربما كثير حكينا عنها بشأن الخروج إلى الخارج، الآن راح أتكلم عنها، لكن الآن بدأ الجليد والانجماد في معظم شوارع العاصمة ومعظم شوارع المملكة. درجات حرارة ملموسة أيضا منخفضة درجتين مئويتين تحت الصفر المئوي. نستعرض معكم درجات حرارة متوقعة لهذه الليلة، ونرى بأن معظم المناطق درجات الحرارة بها دون الصفر المئوي. نلاحظ في العاصمة عمان في السلط ومادبة هذه مناطق درجات حرارة هذه الليلة درجة مئوية واحدة تحت الصفر، في جرش صفر مئوي، في عجلون درجتين مئويتين تحت الصفر، في إربد أيضا صفر، في المفرق ثلاث درجات مئوية تحت الصفر، وفي الزرقاء صفر مئوي. في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وعموم محافظات الجنوب درجات حرارة أيضا جدا متدنية، تتراوح ما بين درجتين مئويتين تحت الصفر في الكرك، أربع درجات مئوية تحت الصفر في الطفيلة، ثلاث درجات مئوية تحت الصفر في معان، وأربع درجات مئوية أعلى من الصفر في العقبة. جميع هذه المناطق الأجواء فيها قارصة البرودة لهذه الليلة. نهار يوم غدا تكون درجات الحرارة نوعا ما باردة دون معدلاتها بأكثر من 10 درجات مئوية، الأجواء تماما يتوقع أن تكون باردة بشكل لافت. درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية كحد أقصى، في الزرقاء والمفرق 8 درجات إضافة إلى جرش، في إربد 7 درجات مئوية، في عجلون تقريبا 6 درجات وكذلك الأمر في السلط، في المادبة 7 درجات، الكرك 5، الطفيلة 4، معان 4، والعقبة 15 درجة مئوية. إذن حتى غدا نهارا كما نلاحظ درجات الحرارة عموما متدنية في أغلب المناطق، وهي تكون يعني قريبة حتى من الصفر المئوي في المرتفعات الجبلية العالية بمشيئة الله تعالى. نتكلم عن حالة الطرق في المملكة لهذه الليلة. قبل الحديث أكثر، تحذير مرة أخرى من عدم الخروج إلا للضرورة القصوى أو بالاستعانة بالجهات المختصة أو حتى بالاستعانة بسيارات ذات مقدرة على المسير في هذه الظروف. انجماد متوقع في كافة طرق المملكة، هناك حقيقة مناشدات من قبل المسؤولين في جميع الجهات المعنية لإلنا لطقس العرب ولرؤية بمحاولة إيصال الرسالة الإعلامية للمواطن بعدم الخروج. الآن في طريقي إلى الاستوديو هنا في طقس العرب أعتقد جميع السيارات كانت غير مؤهلة للخروج في هذه الظروف، الطقس جدا سيء، استغرقت 3 ساعات أو 4 ساعات في الوصول إلى هنا، ولولا أنه الحاجة أن أصل لهنا كان ما خرجت من المنزل. أجواء جدا جدا باردة، جدا صعبة، الثلوج جدا كثيفة كتراكمات في أغلب المناطق. نتكلم سريعا عن حالة الطرق في المملكة. جميع الطرق في المملكة لهذه الليلة معظمها هي ستكون سالكة بصعوبة شديدة جدا، لا سيما الطرق الواصلة بين المطار ومعان، الطريق الواصل بين رأس النقب والعقبة، الطريق بين إربد وأيضا أجزاء من العاصمة عمان، طرق إربد والمفرق، جميع هذه الطرق هي سالكة بصعوبة، ولكن أيضا طريق سالك بصعوبة طريق أيضا المنطقة اللي واصلة في الزرقاء والمنطقة الشرقية، ولكن هناك طرق ستكون مغلقة حتما هذه الليلة بسبب الانجمادات والجليد الشديد المتوقع، وهي غرب العاصمة عمان، أيضا المرتفعات الجبلية العالية في الشمال كطرق عجلون والقاعدة وعبين وعبلين وسوف وغيرها، أيضا طريق الواصل أو طريق مرج الحمام البحر الميت سيكون مغلق تماما بسبب الجليد والانجماد، طريق المطار سيغلق من جديد ربما نتيجة الجليد والانجماد، هناك استعانة من كوادر أمانة عمان في رش الملح، ولكن الخروج إلى للضرورة القصوى وبالاستعانة كما ذكرت بالجهات المختصة.
لدينا أيضا طرق الجنوب لا سيما الجبال العالية الأمور فيها أيضا سيئة والطرق ستكون مغلقة بسبب الجديد والانجماد وأيضا عموم طرق جبال الشراء في جنوب المملكة. هذه هي وضعية الطرق لهذه الليلة، وأعتقد أن الصورة أصبحت واضحة للجميع بالمخاطرة الشديدة بالخروج إلى الخارج، وهو أيضا عمل يعيق عمل الجهات المختصة في فتح الشوارع والطرق. هناك كان رأي من قبل الجهات المختصة لتعليق الدوام غدا لمحاولة فتح الطرق وعودة الحياة إلى طبيعتها. نستعرض معكم الآن كميات الثلوج والتي هطلت في المملكة خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية الباردة. نبدأ معكم بالمحافظات، نلاحظ ربما أعلى تلك المحافظات كمراكز مدن كانت في مدينة السلط 60 سنتيمتر، تلتها غرب العاصمة عمان 50 سنتيمتر، ومن ثم عجلون تقريبا حوالي 35 سنتيمتر، بعد ذلك كان لدينا أيضا شرق عمان 20 سنتيمتر، نلاحظ في جبال الشراي في جنوب المملكة 40 سنتيمتر، في الكرك 22 سنتيمتر، في إربد والمفرق حوالي عدة سنتيمترات، كذلك الأمر هو في رويشد مطار الملكة علياء الدولي إمعان ومادبة. طبعا نشير أن العقبة 0 سنتيمتر، ولكن في جبال العقبة كان هناك تساقط للثلوج حدث خلال الفترة الماضية مما أدى إلى بعض التراكمات البسيطة. بالنسبة لتراكمات الثلوج في المرتفعات الجبلية العالية نبدأها في شمال المملكة، رأس منيف 183 سنتيمتر، هذه حسب قياس رسمي وليس غير ذلك القيمة. في زي في السلط 112 سنتيمتر، في سويلح 92 سنتيمتر وهي طبعا قيم عالية جدا، في المزار الجنوبي 31 سنتيمتر، في الرشدي 48، في الهيشة 36 سنتيمتر، وفي رأس النقب 57 سنتيمتر. هذا كان كل ما لدينا أخ ناصر حتى الآن عن الأحوال الجوية. أعود وأحذر من خلالك للمرة الثالثة أو الرابعة من خطر الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب الصقيع والانجماد. معلومة أخيرة أخ ناصر بأن غدا سيبدأ ذوبان الثلوج في العديد من المناطق، وبالتالي يحذر الإخوة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة لا سيما خلال ساعات النهار. مع ذوبان هذه الثلوج تبتل الطرقات، تعود درجات الحرارة مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين إلى التدني بشكل كبير ووصولها إلى الصفر المئوي، مما يسمح لتشكل الانجماد والجليد بشكل كبير أيضا مرة أخرى في ساعات ليلة الاثنين الأحد على الاثنين. أي أسئلة خلاصة؟ أنا أيضا جاهز دائما. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. أيضا نحن نضم صوتنا إلى صوتك بدعوة الجميع إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحذر خاصة مع بدء تشكل الانجماد والصقيع، وكذلك التحذير الذي وجهته خاصة للسكان قرب السيول من أو قرب المناطق المنخفضة من ذوبان الثلوج وتشكل السيول. شكرا لك زميلنا محمد الشاكر من موقع طقس العرب. سوف نختتم هذه التغطية مع خبر طريف وجميل من عمان حقيقة، فهناك مشاهد مختلفة عادة في مثل هكذا حالات، مثل ما هناك أيضا يعني حالات مأساوية، لكن كان هناك أيضا مشاهد جميلة، يعني حيث قامت مجموعة من شباب منطقة وادي السير بصناعة رجل ثلج على هيئة شاب وفتاة شركسيان يرقصان، بالإضافة إلى عازف لبشنة. لبشنة هي طبعا المعروفة عندنا اللي هي الأكورديون. كان المجسم ملفتا طبعا لأنظار المارة، حيث اجتمع عشرات المواطنين لتصوير هذا الرجل الشركسي. حبينا نعمل هذا الشكل، يعني تغيير، دائما بيساووا انه رجل ثلجي رجل ثلجي، حبينا نغير الشكل ونعمل شركسي. هاي المجسمات اللي عم نعملها نموذج للفن الشركسي والتراث الشركسي، وزي ما انت شايف الكل ما شاء الله بيجي بتصور ومتعه. حبيت اساعد امي واخوالي وخالاتي عشان نعمل الشركسي هذا ونغير دائما رجل ثلجي عشان الناس يتصوروا معنا. شفت هنا الناس متجمعين، حبيت اجي اتفرج على الاشكال هاي واتصور معهم، وان شاء الله السنه سعيده على الناس. انا كنت ساكن عند منطقه هون، طلعت على الناس عم بيعملوا هيك شيء، يعني عجبتني الشغله، نزلت اتصور معهم، حبيت الفكره هاي وعم بتفرج عليهم. اذا مع لبشنا ورجل الثلج الشركسي نكون قد اختتمنا تغطيتنا لهذا اليوم. سنبقى معكم دوما في رؤيا في تغطيات مباشره، ودوما نحن منكم واليكم. تحيه الى من جميع فريق العمل طبعا، الى جميع الساده المشاهدين، الى اللقاء.